والحقيقة واحدة من الحاجات اللي ليها جذور ممتدة جداً وإحنا بنربي وممتدة جداً في الثقافة الحقيقة إنه بنت الأصول بتساوي الست اللي بتستعمل. فيقول لك إيه أصلها بنت أصول، أصلها جوزها في ماديات أما أنا هكمل ده الكلام اللي أنت نفسك تقوليه، ده الكلام اللي أنت نفسك تسمعيه، ده الكلام اللي أنت نفسك الناس تربي عيالها عليه. لكن الواقع الحقيقة إن المرادف لانك تستحملي اهانه ولانك تستحملي مد ايد ولانك تستحملي كلام يسم البدن ولانك تستحملي انه يتجوز عليكي، ها المرادف ايه يساوي ايه في الثقافه الشعبيه؟ دي ست بتحافظ على بيتها، دي بنت اصول. ها والحقيقه ان انا مش فاهمه ايه شكل الاصول دي، يعني ما هو نوع ايه النوع ده من الاصول. واللي انا افهمه ان البنت الاصول المتربيه ها هي اللي ما توافقش على الوضع ده، هو ده مرادف بنت الأصول. بتستحمل جوزها في ظروفه المالية، أنا ممكن أفهم إنها تستحمل جوزها إنه مر بظرف مادي زي ما أنت بتقولي، أو صحي زي ما أنت بتقولي، أو أيا ما كان شكل الظرف ده، ها بيمر بحاجة اليومين دول فمزاجه وحش فمش مديني حقي، ده اللي أنا ممكن أفهمه، ده الليفل اللي ممكن أفهمه. لكن ما مش قادرة أفهم إنه ممكن يكون في راجل في أسعد ليلة في عمره، من المفترض في هذه الليلة في اللونج بلغه التلفزيونات يعني قدام الناس، وهي لابسه الابيض ها وهو مستعد وحالق ومتكلين في قلب الشارع يعمل كده. لا احنا قدام مشهد الحياه كاشف. هذه الحادثه واحده من هذه المواقف اللي اعتقد انه ما ينفعش ابدا تبقى مجرد حاجه حصلت على السوشيال ميديا وخلاص. اللي يزعل بقى ان في ستات بتدافع كتير عن هذا الزوج، تقول لك ايه المشكله، انت هتلاقي امها نفسها بتدافع عنه، ايه المشكله. لا وشابات في سننا وفي اعمارنا ومن جيلنا تقول لك ايه، وانا هخرب بيتي عشان جوزي يتخلق عليا وضربني، احنا مش زيكم. مين زيكم؟ يعني لما حصل نقاش على السوشيال ميديا والنقاش اتفتح وبقى يعني راي عام كلنا بنتناقش فيه، بقى لقيت الجاب او الفجوه يا نهال ما بيننا وما بين الاخريات كبيره جدا. واحنا المفروض ثقافه واحده وشعب واحد وفكر واحد، ازاي في بنات من جيلي قبل انها تتضرب وشايفه ان ده عادي وبتناقشني على السوشيال ميديا تقول لي انت هتخربي البيت عشان ضربها قلمين في الشارع؟ المشكله يعني الاهل بقى فين؟ يعني صح. انا ما بنتي بتتضرب، انا اعتقد ان اللي ليها اهل ما تتضربش يعني على بطنها. انا لو يعني انا ابويا لو حد زقني الله يرحمه كان ياكل الدنيا، واخد بالك؟ يعني دي فيها طلاق ما يهموش، فهمت قصدي؟ يعني ده نوع من الابهات. بس انا عندك نفس الكلام انا بتكلم على فين الاهل في حمايه بنتهم. يعني انت سايب بنتك تتمرمط، هو انت بتتجوزها عشان مش شايفها مرمطة، بتتجوزها عشان تتضرب قدام الناس، تضرب عادي في بيتها.